السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعي قناة أجيال أندلس. رد المحامي الطلبة النهاردة على مؤتمر وزير التعليم. قال لك ما تمخض عنه المؤتمر الصحفي للسيد وزير التربية والتعليم. ده كلام الأستاذ عمرو عبد السلام محامي الطلبة وولي أمر لطالبة في صف ثالث ثانوي. قال لك قراراته بتنطوي على يعني كلها ملامح صعبة شوية. ايه هي؟ قال لك ملامح الثانويه العامه للعام الدراسي القادم من الغاء نظام الامتحانات القوميه والعمل بنظام نماذج الامتحانات المختلفه واجراء امتحانات وعمليه رصد وتصحيح عن طريق التابلت بيثبت مدى، ركز بقى معايا في الحته دي الاستاذ عمرو عبد السلام، قال ايه؟ مدى اصرار وتعمد الوزاره على انتهاك المبادئ العامه لاحكام الدستور. يعني الكلام ده مخالف؟ هنشوف استاذ عمرو عبد السلام ان شاء الله يقوم بالسلامه كده، هنعمل معاه محادثه تليفونيه ونسجل معاه ان شاء الله ونشوف الكلام ده. اللي هو يعلك الذي يتمثل في الترسيخ لمبدا التمييز والاخلال بتكافؤ الفرص بين الطلاب وما بشكل امتحانات الكترونيه من خطوره بالغه على اجراء العمليه الامتحانيه من احتماليه طبعا تسريب الامتحانات قبيل بدءها وما قد تواجه العمليه الامتحانيه من اعطال فنيه تقنيه، كل ده بتعاني منه المنصات الالكترونيه الى الان، وده يترتب عليه ان المنصات لسه مش كامله وعدم تمكن الطالب من اداء الامتحان وده يؤدي الى تهديد مستقبلهم العلمي والتعليمي. قال كمان الاستاذ عمرو عبد السلام اصرار الوزاره على تغيير قانون امتحان الثانويه العامه دون تقديمه لمجلس النواب طيله الفتره الماضيه مشروع قانون تعديل احكام قانون نظام الثانويه العامه اللي هو رقمه 20 لسنه 2012 بينص على ايه بقى؟ اجراء امتحان قومي، ده القانون يا جماعه، اجراء امتحان قومي موحد لجميع الطلاب. خلاص؟ عدم اجراءه يعد مخالفة صارخة لمبدأ المشروعية أساس الحكم في الدولة وانحرافا عن الهدف المخصص له المشرع في تعطيل عمل بأحكام القانون واللوائح واغتصاب اختصاصات السلطة التشريعية. ده يؤدي إلى تجريد تلك القرارات كلها من قوتها القانونية وينحدر إلى الهاوية. تمام؟ قال لك كمان لما تشكله القرارات الباطلة والمنعدمة من أثر بالغ الخطورة على مستقبل ولادنا في المرحلة دي، فإن من واجبنا كآباء وأمهات أن نقاوم أي محاولة العبث بمصير مستقبلهم ونفزع فرادة وجماعات إلى قضاء مصر العادل عشان نقدر نشوف حقوق أولادنا، سواء بقى اللي حصل إيه، القرارات إيه، الكلام ده كله. وما زال وسيظل دائما وأبدا القضاء المصري يناضل عن الشعب المصري. والأستاذ عمرو سلام بلغ رسالة لوزير التربية والتعليم، قال له نهيب وزارة التربية والتعليم احترام وأحكام لمبادئ الدستور والقانون والانحناء لمبدأ المشروعية وسيادة القانون والعدول عن تلك القرارات بما يتفق واحكام القانون السابق، والا سوف، وده تحذير من الاستاذ عمرو عبد السلام لوزير التربيه والتعليم، يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمه في هذا الشان والتي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا كما تم في القضايا الاخرى. مقدمه لكم الاستاذ عمرو عبد السلام شفاه الله وعافاه محامي الطلبه. يا رب يكتب لاولادنا الخير، وهننتظر الاستاذ عمرو عبد السلام ان شاء الله نعمل معاه مداخله تليفونيه قريبا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي ويا ترى ايه اخر مستجدات من قرارات الوزير. كل ده هيكون قريبا على قناتكم قناه اجيال اندلس اللي يشرفها فيها ان شاء الله استاذ عمرو عبد السلام. كان معكم اسامه رزق مؤسس اجيال اندلس. قول رايك، قول انت عاوز تقول ايه، اي حاجه انت عاوز اقولها في التعليقات وان شاء الله ننشرها لك. في امان الله.